يتوسل هذا الصغير أمه لتشبع جوعه، لكن الأم التي أثقل كاهلها طول السفر انصرفت عنه لاستكمال إجراءات عودتها إلى إثيوبيا قادمة من السودان بسبب ضيق العيش وتزايد وتيرة المضايقات كما تقول. هنا بيدقونا برضه في الشارع لما نقولنا بيدقونا، ما بنقدر عليه عشان كده جينا احنا. حليمة وأبناؤها مثل كثير من الإثيوبيين قرروا العودة من السودان للأسباب ذاتها، أسباب تصاعدت حدتها مع بدء أزمة الفشق الحدودية بين البلدين. بعض هؤلاء ولدوا وعاشوا في السودان جل عمرهم، وبعضهم صدرت مقتنياتهم دون وجه حق كما يقولون. يلا هنا عندنا مشكلة مع حكومة، بس يلا الشعب السوداني معانا كويس، يعني ما عملوا لنا حاجة كاب. أنا تولدت هناك، تربيت هناك في خرطوم. رسميا أكدت أديس أبابا أنها لا ترغب في خوض حرب مع السودان، متهمة ما وصفتها بمجموعة صغيرة في الخرطوم بتنفيذ أجندة طرف ثالث لتسميم العلاقات بين البلدين، لتبقى الخيارات مفتوحة أمام كل الاحتمالات تغذيها ملفات السلطة ونهر النيل وسد النهضة بحسب مراقبين. بغض النظر عما ستؤول إليه هذه الأزمة، تقول إثيوبيا إن ما تصفها بقنبلة الحدود صنعها طرف ثالث ألقى بها بين البلدين، وإن إهدار الأرواح والموارد في أمر يمكن تسويته سلميا يعد ضربا من ضروب العبث لمصائر الشعوب. حسن الرزاق، الجزيرة، من إقليم أمحرة المتاخم للحدود السودانية.